تتواصل أشغال الدورة 55 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لأفارقة 2023 المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتنظم الدورة 55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لأفارقة التي انطلقت أشغالها على مستوى الخبراء بمشاركة المغرب هذا العام تحت عنوان تعزيز الانتعاش والتحول في إفريقيا للحد من أوجه عدم المساواة والهشاشة. ويناقش الوزراء الأفارقة في الاجتماع مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من حيث الاندماج والاقتصادي للدول الأعضاء وسبل بناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والسيطرة على عدم استقرار أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للاستفادة من التمويل الأخضر. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة للمغرب لتبادل خبراته العملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال تواجده في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي. نشارك اليوم في أشغال الدورة 55 للجنة الاقتصادية لوزراء مالية الاتحاد الإفريقي تحت رعاية الأمم المتحدة. المملكة المغربية كدولة رائدة في القارة الإفريقية تقدم تجربتها وحلول عملية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط المتقدم لدول الاتحاد الإفريقي، خاصة أننا نعيش في ظروف وتغيرات اقتصادية متسارعة، خصوصا بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية الروسية. كل هذا وذاك يستوجب على دول القارة الإفريقية التوحد والانسجام أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات والرهانات وإيجاد الحلول للمشاكل، خصوصا أن العالم يتغير وتغير سريع في جميع الأصعدة، خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي. لذا فبرنامج أشغال الدورة 55 وبرنامج يقدم مجموعة من العروض القيمة يقدمها خيرة خبراء العالم للحلول التي يراد منها حل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدول مجموعة الاتحاد الإفريقي.